ये सिलसिला وهي أكلنا كل الأكلات الطيبة، شو رح نعمل هلأ؟ يلا باري، خلينا نلعب، يلا. لا لا يا بنات، حبيباتي انتو هلأ أكلتوا، معدتكم لساتها مليانة، لهيك انتو ما لازم تلعبوا فوراً، خليكم قاعدين شوي. طيب نحن أجينا لهون لحتى نلعب، ما أجينا لحتى نستنى معدتنا لحتى تفضى. طيب حبيباتي، خلوكم بس شوي. طيب شو رأيكم تغنوا؟ مثلاً لا، ملينا من الغناء، ما في ولا مشوار رحنا له إلا وغنينا فيه، تعوا نلعب لعبة الصراحة. هاي برافو عليك يا جماعة، أنا عفوني من اللعب لأني تقلت بالأكل، لهيك رح أقعد وأتفرج عليكم. طيب خلونا نبلش، رح دورها. يا أوه باري. بدك صراحة ولا تحدي؟ صراحة. يا ربي بركي باري هلأ حكت شي شغلة قدام كونال أو خليته ينتبه. باري؟ لا تلعبي صراحة، مو حلوة، التحدي أحلى. أي باري، أنا برأيي التحدي أحلى لأنه قوية. ماشي وافقت. يلا ميسي هاتي لشوف شو طلبه. كده حوالينا 3 مرات ولا توقفي. بس هيك ممكن تدوخ وطلع كل الأكل. أي حرام عليكي ميسي. لا أنا قوية. ماشي وهلأ منشوف دور مين؟ خلينا نفتله. إيشان يلا اختار، صراحة ولا تحدي، شو بدك؟ صراحة. شو هلوة، بدك تفكر منيحة، لازم تكون صريح. ماشي، شو بدي أسألك أنت عشقان؟ يعني في وحدة بحياتك وبتحبها كتير؟ إيه، أنا حابب وحدة وما رح أحب غيرها بكل حياتي. سمعتوا يا جماعة؟ من أول فتلة عرفنا أنك عشقان وغرقان كتير بالحب، إلا ما نتعرف عليها شي يوم. طبعاً إذا كنت أنت حابب هالشي. ماشي رح نشوف دور مين هلأ. يلا يلا مولي، وأخيراً إجا دورك. يلا قولي شو رح تختاري، صراحة ولا تحدي؟ تحدي. تحدي؟ ماشي، اعملي تمرين الضغط 10 مرات. تمرين الضغط؟ لا لا، اعملي قفزة الضفدع أحلى. قفزة الضفدع؟ المخلوقة شو عملت لكم أنت وياها؟ استنوا استنوا، أنا رح أعطيها تحدي أحسن من هذا، خليني أفكر. مولي قومي هلأ وبوسي أكتر حدا بتحبيه بيناتنا بهي القعدة الحلوة. كونال شبك؟ شو هالطلب؟ في ولاد ما بيصير. انت اخترتي تحدي مو انا. طلب غير شي. لا تتولدني مولي، يلا نفسي. شو اعمل؟ لازم لاقي حل. يلا يلا خلصينا. هيي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 ي
مولي؟ هذا على فكرة اسمه غش، كان لازم تبوسيني لإلي. أنت قلت اختار وأنا اخترت، شو مشكلتك هلأ؟ تعي لهون. أنا ترجيك. ليش؟ لأنك ضحكتي علينا. تعي لهون. معناتها بس يصير عنا أولاد رح تحبيهم أكتر مني. أنا مليت، خلونا نلعب كريكيت مع بعضنا. إيشان؟ شو عم تعمل؟ شو بو إيشان؟ ليش عم يتطلع بمولي بهي الطريقة؟ عن جد انبسطت كتير، مو طبيعي قديش أنا شاطرة بلعبة الكريكت. دخيل عيني ما أشطرني بهاللعبة. يا عيني، صرت من معجبيني. هلأ هاد بتسميه لعب؟ أي طبعاً، لأن هن بيعرفوا هاللعبة منيح مو مثلي أنا. اضحكوا 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 لا تشبعوا، بالنهاية أنا فزت وخسرتكم يا لعيبة. قديش كان هاليوم حلو؟ كان الكل مبسوط وفرحان. ايه معك حق، لازم نعيدها عن قريب، عن جد هالرحلة كانت بتجنن. نرتاح من الشغل ومنغير جو كلياتنا. مزبوط. كونال، انت ليش ما عم تشاركنا بالحديث؟ انت اللي كنت عم تشجعنا على هالمشوار، ما قلت لنا اذا انبسطت بمشوار العيلة. ايه كتير انبسطت، بس ما فينا نسميه مشوار عائلي. إيشان خانة كان معنا وهو ما نوع من هاي العيلة. أهم شي أنا انبسطت كتير وفزت عليكن، لا تنسوا هالشي بعمركن. ها هذا إيشان شاب ذكي ومرتب وأموره منيحة، يعني غريب، ليش ما رجع تزوج؟ كنت عم فكر بهي القصة. ليش مستغربين وعم تطلعوا فيني هيك؟ أنا بعرف إنه تزوج قبل وعنده بنتين كمان،
بس هو اعترف وقت كنا عم نلعب إنه عشقان وحابب وحدة وميت فيها كمان. ليش لكان ما تزوجها لهلا؟ الزلمة عنده بنتين مثل القمر ومو سهل عليه ربيهم. عن جد هو بحاجة لمرة تساعده بتربايتهم، ما هيك؟ أنا بظن إنه إيشان لازم يفكر بالزواج بشكل منطقي. شو مولي؟ أنت شو رأيك بفكرة زواج إيشان؟ كنال، شو دخلني؟ ليش عم تسألني؟ إنه ما عم أفهم شو بيهمك، ولا شو بيهمني إذا إيشان تجوز؟ بعدين إذا كتير هامك الموضوع روح اسأله إله. شكلي رح أسأله. بس كأنك صايرة عم تعصبي من شغلات كتير صغيرة. يه؟ مين قالك أني معصبة؟ بس بكرة عندي كتير عمليات، وفي واحدة من العمليات صعبة كتير وخطيرة كمان، لهيك رح فوت نام هلأ. تصبحوا على خير. لا الخير يا بنتي. لا الخير حبيبتي. هلأ كانت طبيعية. شو حكيت لحتى عصبت هيك؟ أنا بعرفها لمولي منيح. يلا ناموا، تصبحوا على خير. وانت خير باري. بابي راح، طلع التليفون. شوفي كيف كانت التيتا ماسكة ايدينا رفيقي. لا تعلي صوتك هلا، بيسمعنا بابي. هيك لكان، ضحكتوا علي وخليتوني روح مشان تتفرجوا لحالكم. يا عيب الشوم، انا كمان بدي اتفرج. شو بس انتو يعني؟ شوف شوف هاي الصورة، شفتوا تيتا وتيتا راديكا وخالتا مولي ورفيقي وانا وانتي؟ عيلتنا كبيرة صح؟ كبيرة شوي. بحب الكل، عزت هالعالم حبابين. اليوم كان أحلى يوم بعيشه بحياتي مع التيتا وخالتا مولي ورفيقي والكل الكل عن جد. يلا لشوف، ناموا بقى. يلا يلا حبيبات يلا. شفتوا تيتا وتيتا راديكا وخالتا مولي ورفيقي وأنا وأنتي؟ عيلتنا كبيرة صح؟ بحب الكل، عن جد هالعالم حبابين. اليوم كان أحلى يوم بعيشه بحياتي بابي. شوفي حبيبتي، ليش ما نمتي؟ ليكون في شي واجعك. مو جايكي نوم؟ إذا في شي عم يوجعك لا تخبيه جواتك وإلا رح يزيد. ما لازم تخبي شي أبداً. شو رأيك تحكي لي ونتشاركه سوا؟ أنا آسفة بابي. شو عرفك إني مزعوج؟ أنت انزعجت من حكي باري عن العيلة وحسيت حالك برا، بس أنت رح تضل بابي وما حدا رح يقدر ياخد مكانك أبداً. أنت أكتر حدا مهم بحياتي يا بابي. أنت صايرة واعية يا بنت. أنا كتير بحبك بنتي، وأنت مهمة عندي، وأنا بعرف كتير منيح إنك بتعتبريني مثل أبوكي. بس الدكتور كونال هو أبوكي الحقيقي. حبيبتي إذا قررتي تختاري لإله ما رح أزعل أبداً، وحياتك عندي ما رح يتغير شي، رح ضل حبك كل عمري
وبعمره هالحب ما رح يقل. ما بدي شي من هاي الدنيا غير شوفكن مرتاحين ومبسوطين انتي وامك، لانه سعادتي من سعادتكم. ما حكى لك شي عن نانديني او تذكر شي حادثه؟ لا ماما، ما جاب لي سيرة شي ابدا. كنت عم فكر انه اذا اخذناها على بيته اللي كان عايش فيه السنين الماضيه، او اذا عملنا شي كان يعمله، يا ترى ممكن يسترجع ذاكرته بهيك حالي مثلا؟ حبيت هالفكره بنتي. ما خبرونا انه رح يسترجع ذاكرته باي لحظه، وانه حاله هالتوتر او وجع الراس ممكن يكون إلن علاقه بذاكرته؟ ايه ماما، نحن فينا نحاول معه، بس شو هي الطريقه؟ نحن ما منعرف اي شيء عن ماضيه ولا كيف كان عايش بالفتره اللي كان فيها مع نانديني. يعني نحن ممكن نساعده بالفتره اللي قبل، بس بعد ما طلع من عنا كيف رح نعرف شو الشغلات اللي كان يعملها؟ حبيبتي هاي القصه محلوله. باري بتعرف أكيد، وهي أكتر حدا بيقدر يساعدنا بهالشي، صح؟ باري ما فرقته ولا لحظة. إيه ماما، معك حق بهالشغلة، فينا نطلب مساعدتها. براميلا افتحي. جاتو؟ ها؟ جاتو من الصبح؟ إيه ليش لا؟ صباح الخير يا جماعة. صباح النور. واو، جاتو من الصبح؟ بس مين خطر له يبعث لنا جاتو من الصبح؟ في شي مناسبة وأنا ما بعرفها؟ خلينا نشوف. شكراً من ميستي وباري وإيشان. طيب ليش لا يبعث لنا هيك شيء؟ يمكن لأنه قبلنا نروح معهم هالمشوار، ويمكن لأنه باري وميستي انبسطوا كتير لهيك بعث لنا إياه. هاي لفتة حلوة منه. صحيح، يعني تاركين الجاتو قاعد على الطاولة ومو معبرين، وأنتوا عم تحكوا بالشغلة. أعطوني هالجاتو بسرعة وأنا بعبره. أنا بعرف إنه إذا أكلنا حلو من الصبح رح يصير يومنا كمان حلو مثله. وين السكين؟ براميلا؟ برافو عليكي، جيتي بوقتك. شكراً. واو تيتا، شكراً. مولي هي النكهة اللي بتحبيها، شوكولا ونعناع. وما فيك تلاقي هي النكهة بأي مكان، لازم توصي عليها المحل توصاية. إيه لكن، لأنه الكيك لازم ينجاب خصوصي لمولي، إيه لازم يتوصى عليه توصاية. كم مولي عنا نحنا؟ حبيبتي تعي أنا رح آكل بصحتك. يلا صحتك بصحتك. مولي ما عاد في مرضى برا، خلصنا اليوم. ماشي شكرا. أنا لازم أتصل بباري. مرحبا خالتة مولي، كيفك؟
أنا منيحة، كيفك أنتِ؟ أنا منيحة. ميستي قاعدة جوا عم ترسم، أعطيها التليفون؟ لا لا لا، تركي ميستي عم ترسم، أنا بدي أحكي معك. باري أنتِ هداك اليوم أخذتي رفيقك على بيتكم ما هيك؟ إيه بس خالته، منيح إنه ما صار شي لرفيقي، أنا بنت مو منيحة. مو مزبوط، أنا خبرتك إنه الدكتور قال إنه هالشي كان فكرة منيحة، بس كان لازم يكون معك حدا كبير، لهيك كنت عم فكر إنه نعمل هاد الشي أنا وياكي سوا، قصدي لازم نحاول نرجع له ذاكرته لكونال أنا وياكي. إيه طبعاً خالته مولي، لو سمحتي خلي رفيقي يطيب بسرعة لنرجع نعيش سوا. اتفقنا، لكن باري هلأ لازم نذكر أبوكي بكل الشغلات الحلوة والمميزة اللي كنتوا تعملوها مع بعض، يعني مثلاً أكلته المفضلة، أو مثلاً فيلمه المفضل، هيك شغلات يعني. إيه خالته مولي، هي شغلة بسيطة لا تقلقي. ماشي، معناتها رح إجي أنا وكونال على بيت عمو إيشان على العشاء، وانتي ساوي شغلات كنتي تعمليها معه من قبل، اعملي كل شي مثل زمان يعني، ومنشوف اذا رفيقك رح يقدر يتذكر شي او لا. بس باري لازم تنتبهي كتير منيح مشان ما يأثر اي شي بشكل سلبي على كونال، عم تفهمي باري؟ بعدك خالته مولي، اني ما رح اعمل اي شي ممكن يأذي رفيقي ويخلي صحته تتراجع، ورح اعمل كل شي بقدر عليه لخلي رفيقي حبيبي يتذكر بنته. لازم يتذكر اني انا اميرته الحلوه اللي بتحبه. برافو عليكي، معناتها اتفقنا. اتفقنا. ماشي، معناتها تقريبا الساعه 7:30 رح جيب رفيقك واجي لعندكم، انت حضري حالك. اوكي، انت عم تعملي كتير شغلات كرمالنا، بس يتذكر رفيقه ويعرف هالشي رح ينبسط كتير. شكرا باري، يلا بشوفك. أول شي رح حضر كل المكونات وحطهم قدامي هون. أنت روح وارتاح، ابني أنا رح حضر لك كل شي، وبعدين أنت بتجي وبتطبخ. إيه؟ ماما أنا بدي أعمل كل شي لحالي، لهيك أنت اطلعي من المطبخ وتركيني وروحي على غرفتك. لك أنا بس بدي ساعدك بس. أنت ارتاحي وتفرجي على التلفزيون، أوكي؟ ماشي، بس انتبه ابني. إيه؟ إيه ماما رح انتبه، روحي ارتاحي أنت. شوفي مولي، ليش مبكرة هالقد؟ شوفي كونال، عن جد انت غريب، حيرتني معك. لما بتأخر بتقلي ليش متأخرة لهلأ، ولما خلصت شغلي عبكير ورجعت على البيت بسرعة جاي عم تقلي ليش خلصتي بكير. يبدو انك مانك مبسوط بشوفتي هالمرة، لانك نزعتي لي المفاجأة، كنت عم جهز لك شغلة حلوة. بكل الأحوال رح كفي شغلي. طيب اسمعي، انا رايح اعمل لك هاي الشغلة، بس رجاء تركيني سوية لحالي وبهدوء، لا تزعجيني. اوكي كونال. كونال شكرا لك، بس كنت عم فكر شو رأيك إذا بتأجل هالمفاجأة وبتساوي لي إياها بكرة، خلينا اليوم نطلع نتعشى برا، أنا لهيك رجعت بكير. لك شو هاد، يا سلام مرتي اليوم صايرة رومانسية. كونال مو عشا رومانسي بصراحة، نحن معزومين على العشاء. مين عازمنا؟ بناتك اللي بتحبهم، باري وميستي. صراحة هنن اتصلوا فيني اليوم وقال هنن كتير مشتاقين لك، لهيك إيشان عزمنا لعندن على العشاء اليوم وأنا قبلت. بقى خلينا نروح، أنا كنت عم فكر شو بدي ألبس، يلا نجهز حالنا. كونال شبك، بشو عم تفكر؟ يلا خلينا نروح بسرعة، هلأ بيكونوا عم يستنونا. لا مولي ما بدي روح. ايه كونال، بس أنا وعدت البنات إنه نحنا رح نروح نتعشى معهم، خلينا نروح. لا مولي مو جاي عبالي، ما بدي أطلع، وأنت كمان ما لازم تروحي، ما بصير. ايه بس أنت ليش مصرة كتير مولي؟ ما حنروح. خلاص قلت ما رح نروح. بس كونال مولي قلت ما بدي أطلع، ما حنروح يعني ما رح نروح. بس كونال أنا قلت لهم إنه رح نجي، وهلأ البنات بيكونوا عم يستنونا وكتير رح يزعلوا، حرام عليك. أنت فكرت فيهم؟ أنت فكرتي فيني بالأول؟ سألتيني إذا بدي؟ أخذتي رأيي بالعزيمة؟ لا
كونال أنا آسفة بس فكرت رح تعجبك الفكرة. لا مولي ما حبيت الفكرة لهيك إلغي الموعد. مستي ليكي أنا رح أعمل حالي زعلانة وأنتي بتجي لعندي بس حاولي تراضيني مثل رفيقي. ماشي يا رفيقي. أنا اشتقت لماما كتير. روقي حبيبتي شو رأيك نروح ناكل بوزة؟ أوف منك ميستي صار لي ساعة عم اشرح لك. أنتي لازم تقولي مثل بابا بنتي لا تزعلي أمك دايما معك. هيك كان لازم تجاوبيني. أنتي لازم تحفظي الكلام منيح. إذا حكيتي هيك رح تخربي كل شي ميستي. معك حق آسفة. خلينا نجرب مرة تانية وهالمرة رح أحكي مثل الدكتور كونال. وعد؟ وعد. مرحبا يا أميرات قلولي شو عم تعملوا؟ نحن عم نجهز تمثيلية كرمال نخلي رفيقة لباري يرجع يتذكر كل شي بسرعة. هي بس نحن طلبنا منكم انه ما تتدخلوا. لا لا عم إيسان خالته مولي طلبت منا نعمل هي القصة كلها. بدي أعمل جهدي لساعد رفيقي. إذا مولي هيك قالت فماشي. بالمناسبة إذا التمثيلية جاهزة خلونا نروح وإلا رح نتأخر. ماشي رح نروح بسرعة نجهز حالنا. كونال لو سمحت. شو يعني لو سمحت؟ شو بصير يعني إذا رفضتي هاي العزيمة؟ كونال ليك الأكل لسه ما جهز بالبيت وإذا بدك تطبخ هلأ بدك وقت كتير لتخلص وأنا جوعانة. وبتعرف شو؟ إيشان شيف كتير شاطر. أنا ما بدي أكل أي شيء هو طابخه. أصلاً معدتي عم توجعني ما فيني أكل أي شيء. أنا كنت عم فكر أنه منروح ومناكل شيء أكل من الأكلات اللي بتحبها أنت مثل اللحمة وحلو بالجزر. إيه خلص هلأ بطلبون لهون ومناكل بالبيت. خلص كونال قلي شو قصتك؟ ليش مصر أنك تلغي العزيمة؟ أنا متأكدة أنه معدتك ما عم تجعك. كونال إذا بدك ياني أرفض العزيمة لازم بالأول أعرف ليش ما بدك تروح. صح أنا معدتي ما عم توجعني. نظرات إيشان هي اللي عم توجعني. شو؟ إيه مبارح كان عم يطلع فيك بطريقة. خلص ما بدي أحكي بالموضوع. شو هاد كونال؟ عن جد؟ إيه عن جد. مولي أنا الشاب وبفهم نظرات الشباب كتير منيح. كان عم يطلع عليك وكان كأنه شو؟ وكأنه بيحبك. كونال أنت شو عم تحكي؟ هذا الحكي ما نصحيح. بلا صحيح نظراته مو منيحة وأنا فهمان نواياه منيح. كونال يمكن هو هيك طبيعته وهيك بيتطلع. ليك لو سمحت ما في داعي تكبر الموضوع. أنا عم كبر الموضوع؟ مولي لو بدي كبره كنت رحت ضربته وكسرته بس ما تعاملت هيك. أصلاً كيف بيتجرأ يطلع بمرتي بهي الطريقة؟ أكلك بعيونه أكل لهيك من هلأ ممنوع تشوفيه. ما عاد نلتقى فيه أبداً لا هو ولا بناته. كونال بس ما فيني إلغي العزيمة بآخر لحظة عيب. عود شوي لنحكي. لا مولي انتهى الموضوع. كونال طيب لو سمحت اسمعني شوي. كمان ما بده يسمعني. شو رح أعمل هلأ؟ ميزتي هلأ بابا بعد ما شفنا ويحكي معنا رح يذكر كل شي مو هيك؟ ايه صح بس لا تبكي من الفرحة مشان ما تنزعي ثيابك. ليش بدي يبكي؟ بالعكس رح انبسط بس لضم رفيقي. تعي نتشارط انك رح تبكي. ماشي بشارتك اني ما رح ابكي. ماشي الخسران بيعطي البوزة تبعه للفايز. ماشي البوزة تبعك لإلي. لا حبيبتي انت اللي رح تعطيني اياها. لا حبيبتي انت اللي رح تعطيني اياها. خالتة مالي عم تدقلك عم إيسان؟ لو سمعت تسأله وين صاروا. شوفن اذا رح يتأخروا. يا رب ما يتأخروا. الو مرحبا إيشان. انا آسفة ما رح نقدر نجي على العشاء. شو؟ بس مولي شو صار؟ الصراحة ما بعرف شو بدي اقلك بس ما رح نقدر نجي. انا آسفة إيشان. الحقيقة كونال انا بس اتصلت لخبرك. ما رح نقدر نجي لا
لأنه زوجي كونال مانو منيح. هو تعبان شوي ولازم يقعد ويرتاح. نحن منعتذر، رجاء كملوا مشواركم وانبسطوا. آسفة، باي. لغيتي العزيمة؟ منيح، كتير منيح. خليه يفكر كيف ما بده، ما بدي أشوف خلقته مرة تانية. يا ربي شو ممكن يفكر إيشان هلأ؟ ما قدرت أحكي معه مثل العالم، ما قدرت أشرح له القصة. عما إيشان شوفي، شو قالت لك ماما؟ طلعوا من البيت ولا لسه؟ عما إيشان هن رح يجوا معنا مو؟ يا بنات اسمعوا، أنا آسف بس قالت مولي إنه ما رح يقدروا يجوا. شو؟ ليش بابي؟ ليش غيروا رأيهم بآخر لحظة؟ لا ما دخلني، أنا بدي أشوف رفيق اليوم. خالته مولي قالت لي إنه لازم نخليه يتذكر. عمو خلينا نروح على بيته، أنا لازم أشوف رفيق اليوم وذكره. كيف فيهم يعملوا هالشي؟ هالشي عيب وغلط. ماما والدكتور كنال مو مناح، ما بصير الواحد يرفض عزيمة بآخر لحظة. ميستي لا تحكي هيك. عمو ليش رفيقي ما بده يجي تعسى معنا؟ باري لا تبكي حبيبتي، انتي لابسة تياب حلوين، ما بصير تبكي وتزعلي هيك. لا تزعلي حبيبتي، روقي. عما إيشان رفيق زعلان مني شي؟ لا حبيبتي ما في هيك شي، بس يمكن هو عنده شغل مهم هلا ولازم يخلصه. خلاص بابي رجعنا على البيت، ما بدنا ناكل، تعكر مزاجنا. طيب شو مشاني؟ شو ذنبي أنا؟ أنا جهزت حالي ورفيقكم ما إجا، خلينا نروح نحن الثلاثة نتعشى. شو قلتوا؟ يلا خلونا نتعشى سوا. لو سمحت بابي. أما منروح بيوم تاني، خلينا نرجع على البيت، أنا زعلانة. ليكو أنا بدي روح أكل بيتزا وعليها جبنة كتير، وبعدها بدي أكل حلو شوكولا، وبعدين بدي جيب بوزة على شوكولا. قلولي شو رأيكم؟ لا عمو أنا وباري ما بدنا نروح بابي. اسمعوا يا بنات خلاص لا تزعلوا، بس يطيب كونال أنا متأكد أنه رح يعزمنا على العشاء، ووقتها رح ورجي رسماتكم كلها، ورفيق باري رح يرجع لها، وكمان ميستي رح ترجع أمها. شو رأيكم؟ باري خلينا نورجيهم أنه نحنا فينا ننبسط بدون ماما والدكتور كونال، لأنه بابي معنا. يلا خلينا نورجيهم هالشي. أحكي شي باري، إذا ما رضيتي أنا بدي أزعل ورح ينكسر قلبي. باري رح ينكسر قلب بابي، لكي رح يبكي. يلا وافقي. أنا رح يبكي. لا لا عم إيسان خلينا نروح. ايه منروح، شو رأيكم؟ حفلة؟ ياي بدنا نروح على ماشي. حفلة يلا. لوين؟ نروح نتعشى سوا. بس انت من شوي قلت انه ما بدك تطلع، وهلأ جهزت حالك وبدك تروح؟ ايه حبيبتي صح، انا رفضت اطلع مع ايشان وبناته، بس ما رفضت اطلع معك. وهلأ يا مرتي الحلوة بتسمحي لي اني اعزمك على احلى عشاء؟ بس شو؟ مو كلنا، بس انت وانا رح نروح ننبسط، اوكي؟ طيب كونال بلا ما نطلع نتعشى برا، ما عاد جاي عبالي بعد ما لغينا العزيمة. ليش؟ معقول مو حابة تطلعي معي؟ لا ما في هيك شي.
معناتها ماشي. استنى رح ألبس وأجي بسرعة. يا بنات شو بدكم تطلبوا؟ طيب أنا طلبت بيتزا غير شكل. ميستي تاخدي خبز محمص، وباري فطاير عليها كتير جبنة مقرمشة، شو رأيك؟ طلب لي اللي بدك إياه. باري شوفي هنيك في بوزة، البوزة اللي هون كتير طيبة، شو رأيك ناكل؟ ولا مناكل برجر بالأول؟ طلبي شو ما بدك ما بتفرق. انتي مانك جوعانة؟ لا أنا بدي شوف رفيقي وبس. تفضلي يا عمري. يلا شو بتاخدي؟ ميستي ادرسيني. ميستي ليك مين قاعد هونيك؟ خلينا نروح لعندهم. ايه خلينا نروح. لا رفيقي دكتور كنال. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.